السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اقول لك ازاي تقدر تنقل رسائل التليفون بتاعتك او رسائل الواتساب من جهاز اندرويد لجهاز اندرويد. انت اشتريت جهازين مثلا او جهاز تليفون جديد وعايز تنقل الرسائل من التليفون القديم للتليفون الجديد ده. الفيديو ده بس فقط للاندرويد. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هقول لك ازاي تقدر تنقل رسائل الواتساب من جهاز اندرويد للايفون. تعالوا بينا كده في حاجات مهمه علشان الرسائل انت ما تفتقدهاش او تروح منك خالص. انت المفروض عليك تعمل ايه؟ بتروح تفتح عندك الواتساب كده زي ما انت شايف. بعد كده هتلاقي يعني الصفحه بالشكل ده كده، تضغط على الثلاث نقط اللي فوق دول، بعد كده تضغط على الاعدادات وبتنزل على حاجه اسمها الدردشات هنا، وبتوصل عند حاجه اسمها النسخ الاحتياطي تحت. اضغط عليها ضغطه كده، النسخ الاحتياطي للدردشات. انت بس المهم تكون مسجل في حساب جيميل، في حساب جيميل تحت هنا هتلاقيه عندك في التليفون. اضغط بس على كلمه النسخ الاحتياطي، والمهم تكون انت عارف حساب الجيميل بتاعك، لانك لما تيجي تضيف الحساب ده على التليفون الجديد بشكل تلقائي هيتنقل الحساب ده او هتتنقل الرسائل دي على التليفون الجديد. هو كده بيعمل نسخ احتياطي. هتستنى بس لحد ما ينتهي النسخ الاحتياطي، وعلى حسب يعني الكيلو بايت او بالميجا بايت او بالجيجا، لو وصل لجيجا معاك على حسب النسخ هياخد معاك وقت النسخ بتاع الاحتياطي في الفيديو ده. طيب دلوقتي انا عاوز اشوف طريقه ثانيه المفروض عليا ان انا اعمل ايه، والطريقه دي مهمه جدا جدا. انت بتخرج خالص كده وبعدين تروح على حاجه اسمها اداره الملفات عندك في الجهاز او التخزين عندك، بتضغط عليها ضغطه كده وتلاقي الملفات العاديه بتاعت الجهاز بتاعك. المفروض انك تنزل تحت خالص كده بتلاقي حاجه اسمها عندك تحت هنا اسمها الواتساب، تضغط عليها ضغطه كده، وفي حاجه اسمها البيك ابس، دي مهمه جدا جدا جدا، دي عليها كل ملفات وكل البيانات اللي موجوده على الواتساب. بتكون النهايه بتاعتها سي ار واي بي تي 14. تمام، انت بتضغط بس بترجع ضغطه كده، وفي حاجه اسمها الداتابيز عندك برضو دي مهمه جدا. هترجع تاني في حاجه اسمها الميديا، ودي اللي فيها كل الصور والفيديوهات، ومثلا في حد بعت لك صوت عندك على الواتساب، بعت لك تسجيل، بعت لك ريكورد، بعت لك صوره، بعت لك اي حاجه هتلاقيها موجوده عندك. انت بس بتضغط على الثلاثه دول 1 2 3، او بتحدد على طول الفولدر ده، هتقول له تحديد وتعمل له نقل عندك على الكمبيوتر او بتنقله تبعته على الجهاز الجديد. وبكده على طول الجهاز يعني بشكل تلقائي هيفهم ان في رسائل واتساب جديده اتضافت على الواتساب الجديد او الجهاز الجديد. يعني من الاخر الفولدر ده لازم تنقله من الجهاز القديم للجهاز الجديد. وبكده انا شرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. ما تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناه لو عجبك الفيديو، وتفعل زر الجرس، ومع السلامه.